أقول إخوان اليوم نصنع سيدنا عزيز بطل الأخطبوط سيدنا قوس الحر غنشوفوا الطريقة باش سيدنا غنشوفوا الوحوش باش تلقينا تبارك الله الروضة اللي كنتو قداش تبارك الله من هنا عرفتي شنو هو راه ما نعاودش لك بقى معنا تفرج في الفيديو كامل حتى الآخر إن شاء الله كاينين المفاجآت في الفيديو السلام عليكم. هنا أول أخطبوط كان صدفوه وكان من الحجم الكبير. هنايا الاخوان كنصادفوا ثاني اخطبوط واللي كان اكبر من الاخطبوط الاول والشكل ديالو مرعب بحيث انه داير تمويه غريب مما كيجعلو يندمج مع المحيط ديالو. تقنية الصيد كتعتمد على ثلاث معدات أساسية واللي هو القناع والغانجو والزعانف. هنا كنصادفو أخطبوط الثالث واللي كان في الجحر ديالو محاط بصدفات بلح البحر اللي كيتغدى عليها ومن بعد كيستعملها كأداة حماية. بعد صيد الأخطبوط مباشرة كنقوم بقتله قاتل رحيم باش نخلصوه من العذاب أولا وباش نتخلصوه من الالتصاق ديالو ثانيا وباش يكون بالإمكان ديالنا نعلقوه في السانتور أولا في الصمتة بلا حتى شي مشكل. طريقة القتل كما كتشوفوا في الفيديو هي بعد قطع الشريان الأساسي بين عينيه. بعد تصوير الفيديو لاحظت أنه بعد استخراج أي أخطبوط كتجمع الأسماك الصغيرة حول الجحر والسبب لا أعرفه صراحة غنخلي لكم الإجابة في التعليقات. الأخطبوط الإخوان راه من أذكى الكائنات البحرية. هنا لمحت أخطبوط كيتمشى ولكن فاش هبط ما لقيتوش طلعت وعاودت هبطت كنقلب يعني كون ما شفتوش هنايا كنت ما نظنش بلي راه كاين شي أخطبوط هنايا ولكن قلبت عليه وفي الأخير لقيته.
واو عرفتيني ما كيفرش ولا غلاس لا غلاس لا غلاس. انا الاخوان غنلاحظوا قدره الاخطبوط في التخفي، واللي هي قدره رهيبه جدا، بحيث انه كيبدل لون الشكل ديال الجلد ديالو باش انه يندمج مع المحيط ديالو. وهنا كنتحدى اي واحد يشوف الاخطبوط قبل ما نقيسه بالغانجو. هنا كنلاحظوا تغيير لون الاخطبوط في رمشه عين، فسبحان الله. وكذلك كنلاحظوا احدى ارجل الاخطبوط مبتوره، وهذا كيكون بسبب الاسماك المفترسه، او في بعض الاحيان الاخطبوط نفسه كيتغطى على الارجل ديالو الا ما لقاش الاكل. اطراف الاخطبوط قابله للتجدد بعد الوتر، وهذه من احدى الميزات ديال الاخطبوط. هنايا الاخوان، كل ما كان الجحر غارق كل ما كانت صعوبة في استخراج الاخطبوط، بحيث انه كيدخل الداخل وكيلتصق بالصخور، مما كيصعب استخراج الاخطبوط. كما كنشوفوا صيدنا ازايز تقنية الغوص الحر هو بالغانجو، محتاجين حتى شي حاجه من غير الغانجو والفارمات والنظر. اي واحد راه يقدر يديرها، خضر تغصاها بالشورت الا ما كانش البرد، حنا راه كاين البرد داكشي علاش لبسنا الكومبي. وهذه هي الحصيله ديالنا الاخوان كما كتشوفوا، تبارك الله الحجم كبير. اللهم بارك. الحمد لله اليوم دازت خرجه زاهيه. كيسالي الفيديو ديالنا الاخوان بطريقه صيد الاخطبوط في القوس الحر، وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم كاع، اصحابكم اللي كيعوموا باش يعرفوا حتى هما كيفاش غيصيدوا. و ما تنساوش ديك لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه. السلام عليكم.